خلينا نخرج تقرير عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الكرة الطائرة وترجعوا لنا مرة تانية. الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي يختتم مباريات الموسم بمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في آخر مباريات دوري الممتاز للموسم الحالي 2018-2019. المباراة تنطلق في تمام السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس، وعقب نهاية اللقاء يتسلم الأهلي درع الدوري الذي توج به رسميا قبل جولتين من ختام البطولة. الأهلي فاز على كل منافسيه ذهابا وإيابا ولم يخسر سوى ثلاثة أشواط فقط خلال مسيرته بالدورين الأول والثاني، حيث خسر شوطين في مرحلة الذهاب أمام طلاع الجيش وشوط وحيد أمام الزمالك، فيما تلقى الزمالك ثلاثة هزائم أمام سموحة ذهابا وإيابا وأمام الأهلي في ختام الدوري الأول، كما خسر ثلاثة أشواط أمام سبورتينج في مستهل الدور الأول والثاني وأمام الاتحاد السكندري في الجولة 11 من الدوري. يسعى الشياطين الحمر لضرب عدة عصافير بالفوز على الزمالك، حيث أنه يأمل في أن ينهي الدوري من دون خسارة، كما أن المارد الأحمر يسعى لفرض سيطرته على الكرة الطائرة المصرية بعد فوزه على كل منافسيه ذهابا وإيابا، إضافة إلى أن الفوز سيكون بمثابة مسك الختام لموسم شاق وحافل بالبطولات بعد أن فاز النصر الأهلوي بكأس مصر ثم بطولة إفريقيا للأندية رقم 38 وأخيرا التتويج بالدوري الممتاز. يتسلح محمد مصلحي بالعديد من الأوراق الهامة يأتي على رأسها المزج بين الشباب والخبرة، فالفريق يمتلك عناصر شابة واعدة مثل عبد الرحمن سعودي وهو صاحب جائزة أحسن حائط صد في البطولة الإفريقية الأخيرة، إضافة إلى وجود أحمد سعيد وأحمد صلاح من أصحاب جائزتي أفضل ضارب وأفضل لاعب في البطولة القارية، كما أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين من صناع الألعاب المهرة عبد الله عبد السلام قائد الفريق حسام مصطفى، كما أن عودة أحمد عضي لصفوف الفريق ستكون حافزا قوي لتحقيق الفوز.